عايش في الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بالدعاء. النهاردة الحلقة المفتوحة اللي هنستقبل فيها أسئلتكم وتليفوناتكم مع ضيفنا الشيخ حمد الملكي من عمان الأزهر الشريف. أهلا بك. الله يخليك يا رب يحفظك ويكرمك. ومعانا أول تليفون ندى. أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا يا حبيبتي، اتفضلي. أنا كان عندي سؤال معايا. اتفضلي. دلوقتي أنا كان عندي واحدة صاحبتي، يعني هي بتبقى مرات اخت اخو جوزي، هي جت قالت لي احنا بنشتغل هنشتغل في الموبايلات وكده، تاخد مني فلوس وتجيب تليفونات وتبقى بفايده مثلا 30% 25% كده. ماشي. انا الاول عايزه اعرف برضو هو الموضوع ده حلال ولا حرام؟ 25% من ايه؟ مش سامع. 25% من الربح ولا 25% من ايه؟ لا يعني اشتروا الموبايل، كانت واحده مثلا تبقى عايزه تليفون او غساله حاجه زي كده، فمثلا تبقى عامله في السوق 4000 جنيه، انا مثلا اجيبها بخمسة. ايوه ايوه خلاص فهمت حضرتك. ماشي. تمام، واخد الفرق ليا. حاضر حاضر حاضر. تمام. هي بعد كده انا اكتشفت ان هي اصلا، يعني انا كنت بامنها وبديها الفلوس، اكتشفت بعد كده ان هي بتاخد الفلوس دي وهي اساسا كانت مديونه وواخده فلوس بالربا وبتاخد الفلوس دي تسد بيها الديون بتاعتها وبتسدني انا بقى بعد كده. فانا عايز اعرف الفلوس بقى اللي دخلت لي دي حرام ولا حلال برضو. انت متاكده ان الفلوس هي ما اشترتش اي حاجه خالص؟ لا، هي بعد كده اتفتحت في العيله ودي حاجه جامده جدا ان هي واخده فلوس بالربا كتير قوي. لكن انت ما تعرفيش فلوسك دي اشتغلت بيها ما اشتغلت، انت ما تعرفيش صح؟ هي بتقول لي انا بشغلتها، بس طب فين الناس اللي انت شغلتيها؟ هي مش ما عندهاش حد، مش جايبه لي حد. طيب حاضر. يعني انت مش متاكده، شاكه؟ لا انا مش شاكه، هو يعني الموضوع كبر قوي وهي غالبا يعني شبه اتطلقت اصلا، يعني هي عند اهلها وكل يوم ناس تيجي تقول انا ليا 50000 انا ليا 100000 كده. طيب حاضر حاضر. طب انت خدت فلوسك ولا لا؟ الفلوس دي اخدت فلوسك؟ وبيقولوا لي ان انت سبب في طلاقها ان انا دينتها. انا ما دينتهاش، احنا هي ضحكت عليا، هي قالت لي الفلوس دي احنا هنشغلها وهنكبر مع بعض ونجيب حاجات مع بعض وكده. طيب واخدت الفلوس ولا لا؟ انا خدتها بالفوائد بتاعتها. خدتي اللي هي الشغل يعني. هي كانت محدده لك فايده ثابته ولا كانت متغيره عندها؟ والله هي جت قالت لي 30%، انا قلت لها عشان برضه ما يبقاش في حرمانيه خليها 20%. ايوه 20%، يعني انت كنت مديها مثلا 100000 مثلا، فكانت بتديك مش بدرجه 100000 يعني. مش قصدي احنا كنا بنجيب حاجات كده يعني مثلا اديها مثلا 5000 جنيه تجيب تليفون. مش قصدي، انا مش قصدي يعني هي كانت بتديك 20000 من الفلوس اللي انت مديها، يعني بتديك 20% من الفلوس اللي انت مديها لها؟ طيب ماشي. بس انا ما اعرفش بقى هي خدت الفلوس عملت بيها ايه، لان انا كنت بتقول لي واحده عايزه تليفون اقول لها خدي خمسة، واحده عايزه ركنه اقول لها خدي ستة كده يعني. طيب هو احنا بس عشان هنخلط بقى، احنا خلطنا بين امرين وانا هوضح لحضرتك الصوره الاولانيه اللي هو انا ممكن اشتري مثلا، حد بيبقى عاوز ثلاجه، حد عاوز غساله، انا لا عندي لا ثلاجه ولا غساله بس هو معهوش فلوس، وبالتالي فبيجي لي بيقول لي احمد والله انا محتاج غساله، خلاص انا هجيب لك ان شاء الله الغساله، فبروح اشتري الغساله انا ب 5000 وبعدين اجي ابيعها له، خلاص انا راجل بقيت تاجر دلوقتي، فبيعها له مثلا ب 7000 بالقسط، واقول له والله الغساله دي ب 7000 جنيه، تمام؟ المعامله دي حلال ولا حرام؟ هل ينطبق على المعامله دي حديث لا تبع ما ليس عندك؟ ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام ولا لا ينطبق؟ المجامع الفقهيه لما جم خاصه مجمع فقهاء الشريعه بأمريكا جم قالوا، خدوا برأي السادة الشافعية في المسألة في الحتة دي، قالوا المعاملة دي عشان تبقى حلال هيشترط فيها شرطان. الشرط الأولاني اللي هو أنا أشتري الحاجة لنفسي أنا، فأنا بشتري الغسالة، أنا خلاص بقيت تاجر،
انا مش بقرض الراجل فلوس او انا ببيع حاجه ليست عندي، انا بشتري الغساله بفلوسي انا خلاص، وبقت ملكي فبقت حاجتي، فانا بعمل ايه بقى؟ بيعه ثانيه بقت ملكي، هو بقت عندي دلوقتي، البيع ده عندي، الغساله عندي، فانا ببيعها بيعه ثانيه. طب هبيعها بكام؟ ابيعها ان شاء الله ببيعها ب 100,000. اللي عاجبك عاجبك، مش عاجبك خلاص، بين البائع والمشتري يفتح الله زي ما بيقول. فانا بعتها ب 2000 جنيه كويس، ال 2000 الفرق دي هي ما بقتش فرق ولا حاجه، انا الغساله ببيعها بيعه ثانيه، بيعه مستقله تماما يعني. فقالوا يبقى يشترط ان الحاجه يشتريها لنفسه ويبدا يبيعها. الحاجه الثانيه يا استاذه دعاء، اللي هو لو جه الراجل المشتري وقال لك انا خلاص صرفت نظر عن الايه، عن الغساله، لا تلزمه بشرائها، تقول له لا ما انا كده كده جايبها لك خلاص، لا تلزمه بايه، بشرائها. فلو الشرطين دول تحققوا يبقى المعامله دي ما فيهاش ايه، ما فيهاش مشكله وصحيحه. يبقى دي واحده. هل هي كانت وتيجي بقى ال 2000 جنيه دول، انا والله خدت 2000 جنيه، انا بما اني اشتريت فليا التلت مثلا حسب الاتفاق بقى، وبقيت الفلوس بنقسم النص الربح بقى، ده ما فيهاش المشكله دي، ما فيهاش ادنى المعامله دي، ما فيهاش ادنى مشكله. لكن انا خدت 5000 منها وبعدين فبقول لها انا هديكي 30%، لا خليني 20% اللي هو مني من راس المال ده، فهذا لا يجوز اصلا شرعا. طب والفلوس اللي انا عملتها اعمل ايه؟ استغفري ربك وتصدقي وخلاص، واني انت ما كنتش عارفه المسائل دي، واعتقد اني ارى ان المساله فيها عذر بجهل في المساله دي، فتستغفر ربها وتتوب الى الله عز وجل وتتصدق. نعم. طيب احنا معانا تليفون. الو، مين معانا؟ السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. ازيك يا استاذه دعاء، عامله ايه؟ الحمد لله حبيبه قلبي، انت مين؟ انا استاذه منى. منى اللي كلمت من شويه. انت منى؟ ايوه يا منى، اتفضلي يا حبيبتي. بقول لك يعني انا عندي سؤال، يعني نفسي الشيخ يجاوبني عليه بالله عليكم، يعني يريحني. طب علي صوتك يا منى لان انا مش سامعه. عندي سؤال كده. الو، ايوه اتفضلي. حبيبه قلبي انا مش سامعه، علي صوتك واتكلمي بالراحه كده عشان نفسر الكلام. انا عندي سؤال يا فندم. قولي سؤالك منى. خط قطع. طيب حاولي تكلمينا مره تانية. انا مش معانا تليفون. شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. معلش استاذ دعاء، كنت عايز اسال الشيخ عن جوزي، يعني بيجي في صلاه بلاجات كتير، يعني ايه وضعه؟ ايه جوزك ايه؟ الو، اتفضلي يا فندم، اتفضلي. ايه السؤال؟ قول يا حبيبتي. لا اله الا الله. بقول لك جوزي بيحلف حسنات درجات كتير على اي حاجه، يحلف طلاق وان مش هيعمل الحاجه دي وفي الاخر مش هيعملها. جوزك بيحلف طلاق على حاجات كتير وبيعملها عادي، صح كده؟ ماشي. يعني بيقول عليها الطلاق عليها الطلاق عليها الطلاق، صح؟ ايوه كتير، يعني مثلا من فتره كده حصلت مشكله مع بنته وراح جاب طلاق ما هيجيب لها الحاجه دي، دلوقتي راح جابها. ليه بيحلف؟ طب هو ما بتقوليلوش كده ليه بتعمل كده؟ ليه بتحلف كده؟ بقول لي غضب. غضب؟ ايوه يعني هو طول النهار غضبان طول النهار. هسالك سؤال، هو جوزك بيشتغل ايه؟ مش عارف. في ايه؟ ايه؟ في بيشتغل في الارض. ايه؟ في الارض. في الارض. هل هو اي حد بيقول له على الطلاق تعالى اشرب شاي، على الطلاق ما حصل، على الطلاق هو شغال كده على طول؟ هو بقول لك على اجل اخر حاجه دي حصلت معاه كانت بنت زعلانه يعني عندينا. انا ماليش علاقه بيك انت دلوقتي، يعني انا ماليش علاقه بالطلاق. الحاجه دي مش هجيبها له مثلا، على الطلاق مش هجيب الحاجات دي ويروح يجيبها كده يعني. ماشي ماشي يا شيماء. هو جابهم، هو جابهم. انا قلت له دلوقتي ليك، قالت تدفع رد حدفع رد يمين، راح جالي جلدي في لحظه غضب. بيقول طيب لحظه غضب. ماشي يا حبيبتي. هو احنا عندنا في الفقه الاسلامي اللي بيحلف بكثره الطلاق، يعني كثره الحلف بالطلاق ده بيسموه يمين الفساق، خاصة الناس اللي على الطلاق، ما انت شاري عليا الطلاق تعالى عليا الطلاق، فبيسموها ده يمين الايه؟ يمين الفساق. حكمه ايه؟ يعني في الغالب انا ما اعرفش هو بيحلف ازاي ولا ايه نيته وكان رايح فين جاي منين، لكن على اي حال الغالب في المسائل دي بيبقى بيسموها يمين لغو. يعني بيبقى لا شيء فيها يعني. لكن هو ما عليه ان هو لازم يروح لشيخ ويقعد يتكلم معاه ويشوف هو كان، هل هو هذا ديدنه؟ يعني هو في الشارع وبره وجوه على طول بيحلف ده ولا ايه؟ ولا هو يقصد شيء معين ولا لا يقصد، فهو يروح لشيخ يعني يتكلم معاه. ماشي معانا تليفون. هو يمين الفساق.
ربنا يهدي. فاللي بيحلف بده فاسق. هدى اهلا يا هدى. الو الو. ايوه ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، اهلا وسهلا، اتفضلي. ازي الشيخ عامل ايه؟ الحمد لله، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه يا فندم. بص انا عندي سؤال بالنسبه للزكاه. اتفضلي. انا دلوقتي والد جوزي طلع فلوس زكاه كتير، وجوزي اداني مبلغ وقال لي اتصرفي فيه زي ما انت عايز، فانا ابن اخويا ما بيشتغلش، فاعطيت له من فلوس الزكاه دي، هل ده حرام عليا ولا ما بيشتغلش ومعاه فلوس يعني؟ ولا بيشتغل ولا ما بيشتغلش عشان هو مش لاقي وفقير؟ لا ما بيشتغلش يعني، فقير يعني، صح؟ بيشتغل وظروفه وقفت كده. خلاص تديله، خلاص ينطبق عليه حد الفقر فتديله، مفيش مشكله. ايوه يعني حرام عليا ولا مفيش حرام؟ تديله فلوس يا فندم، مفيش مشكله. إيه؟ تديله فلوس عادي، تديله من الزكاه، يستحق من اموال الزكاه ما دام فقيرا. ايوه بس هي مش فلوس، فلوس والد جوزي. ايوه يعني هي مش للفقراء المساكين؟ ايوه هو ادهاني وقال لي اتصرفي فيها. طيب خلاص، وانت اتصرفتي فاعطيتي جزءا منها لابن اخيك الفقير، صح؟ اه طيب مفيش مشكله. شكرا. تحت امرك يا فندم. الهام اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. اتفضلي يا حبيبتي. انا مشكلتي دلوقتي مع حماتي، انا معايا 3 اطفال متجوزه بقالي 12 سنه. معايا بنت وبنتين وانا. حماتي بتعاملني طبعا معاملات وحشه خالص، بتتبلى عليا بحاجات كتير قوي. دخلنا في شهر رمضان اللي عدى ده، كل سنه وانتم طيبين. طيب. قال لي هننزل مع مامتي ناكل ونشرب واخدمين عشان هي تعبانه. قلت له حاضر. نزلت بما يرضي الله، خدمتها وبعمل اكل وشربي وكل حاجه. انا بيتي وبين جوزي واهلي مسافه صغيره يعني. وانزل اعمل اكل وشرب وما فيش اي حاجه. كل يوم تقول لي الاكل مش حلو، ده مش عارفه ايه، عيوب ياما يعني. اطلع اقول له، قال لي بقول لك بعد العيد احتكتي مع نفسك تاني. ماشي. احتكت مع نفسي زي ما قال لي، كان في يعني ايه فرح عند اهلي وكده، ورحت قضيته ورجعت عشان عندي امتحانات سنه 5 وكده، واستقريت. هو دلوقتي ما بيرضاش ياكل معانا، بياكل مع مامته. نزلت مثلا اقول لها صباح الخير، ما ترضاش ترد عليا. ابو بقى اللي هو بيسمع كلام اهله بيجي عليا على طول. تعبت يعني، لما بيحصل اي مشكله بيجي علي. يا حبيبة قلبي. بيضربني بيهني، وانا بستحملها شقتي بيان. مامتي تقول لي استحملي معاكي 3 ايام، انا بابايا متوفى. يا حبيبتي. كان سردي في الدنيا، كان شد عيني اي مشكلة. كان يقول لي طول ما انا عايش مش هشد عليكي الهم، سند وراح. انما يا حبيبتي الهم. اي حاجة. يعني شايلني الهم في كل حاجة. انا بابا سايبني مبلغ بعمل بيه جمعيات، اللي انا بعوزه انا بجيبه. يعني بعد ما توفى من معاشه مامته بتديهولي. انا مش من عيب، مامته بتتبلى عليه هو عارف، انما انا رغم ان انا بص صريحه لما بغلط بقول انا غلط، بطلع عن شعوري بقول انا طلعت عن شعوري وقلت كذا وقلت كذا. انا ما بخافش من العبد، انا يعني ما بخافش. برافو عليك. يعني انا اخاف من العبد ما اخافش من ربنا. لا طبعا، برافو عليك. انا لما انا بقول غلط خدت حقي، بقول للناس اللي بيروحوا يجيبوني والناس كبيره وبتتدخل بتروح تجيبني، بقول لهم انا غلطت، قلت 1 2 3 ما حصلش مني الكلام ده. يقولوا لا حصل، او يقولوا انتوا من الله، على رغم ان انا ربنا نصرنا على طول. طب ما تزعليش يا الهام، ما تعيطيش يا حبيبتي، ما تعيطيش. انا يعني انا هقول لك على حاجه، رغم ان هي حماتي لما تعبت قلت وانا شلت ذنب. لما مره ضاعت عليا، انا عندي عيالي الثلاثه عندهم مرض مزمن، قالت له روحي ليه الدوخي بعيالك. لا حول ولا قوه الا بالله، ليه تدعي دعوه زي دي؟ ليه انت اللي تدوخي؟ رديت عليها نفس الدعوه. هل هي دلوقتي عيالها حتى لدرجه قلت هو انا شلت ذنب لما انا دعيت؟ قلت ان شاء الله انت لا ما شلتيش ذنب ولا حاجه، واهدي خالص كده. انا رغم ان انا اللي شايلاها وانا خدمتها وشلتها من اول الشتاء، يعني انا معايا ثلثه في البيت بنت اختي. بنت اختي وبابايا الله يرحمه هو اللي مربيها، هو اللي مدوسها، بس هي تعبتني في حياتي ومتجوزه معايا في نفس البيت واخده تكسي. على الرغم ان انا كل ما ناس مظلومه اقول حسبنا ونعم الوكيل، سبحان الله ربنا بيخلصني. انا تعبت العمر طلعتني ثلاث اطفال، العب لهم معايا ولا اعمل. معلش يا الهام ما تعيطيش يا حبيبتي. معلش معلش، كل واحد ربنا بيديله على قد نيته، ما تزعليش. انت بس جوزك ربنا يشفي اولادها يا رب، يا ان شاء رب. الله ويرفع عنهم كل ضر يا رب، ربنا يشفيهم ويعافيهم. لكن
انا قبل ما هقول لك اصبري وما تصبريش، انا عاوز اوجه رساله لزوجك ولحماتك ولكل زوج مفتري بالطريقه دي. هو في النهايه ان المراه يا اخوانا هي وصيه رسول الله عليه الصلاه والسلام، وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع، وهي الحجه التي ودع فيها المسلمين صلى الله عليه واله وسلم، ووقف امام جمع كبير من المسلمين، فبيقول النبي عليه الصلاه والسلام قواعد مهمه في بناء هذه الامه. النبي بيحط قواعد، ما بيقولش تفصيلات وتفريعات، يحط قواعد عشان تبنى عليها هذه الامه، تبنى بعد ذلك من خلال هذه القواعد. فكان من ضمن الوصيه ان النبي عليه الصلاه والسلام وصى بالمراه. وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالمراه، وقال النبي عليه الصلاه والسلام: احرج عليكم حق الضعيفين، احرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمراه. في النهايه اليتيم مكسور، ملهوش حد ياخد، والمراه ضعيفه، بتبقى احيانا لما تبقى عند زوج بتبقى ضعيفه مكسوره ماسوره، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: فانهن عوان عندكم، عاوزه تتطلق فتدوخ السبع دخات عشان تتطلق، فهي ماسوره كانها كالاسيره عند الرجل. فيجي سيدنا النبي يقول: خلي بالك مين اللي هيقف لك؟ الله ويوم القيامه. اللي هيقف لك هو سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. وكان سيدنا معاويه يقول: اني لاستحيي ان اظلم من لا يجد علي ناصرا الا الله. تخيلوا يا اخوانا، انت اللي بترفع ايدك دي، وانت بترفع ايدك كده خلاص وهتبدا تضرب المراه، تذكر ان الذي سياخذ بحقها هو رسول الله، وياخذ بحقها هو الله. فكيف تقابل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وكيف تقف امام ربك وربنا بيقول لك انت رفعت ايدك ظلما واعتداء وعدوانا على هذه المراه الضعيفه ليه؟ فقول لربنا الجواب، حضر الجواب يوم القيامه، شوف هتقول لربنا يوم القيامه ايه. فننتبه من المساله دي يا اخوانا، ننتبه جيدا للمساله دي. ثانيا، هي كون بتعمل الكلام ده وبتخدم ده لها فضل ان شاء الله ولها ثواب عظيم، لكن هو مش واجب عليه. ان كانت بتعمل الكلام ده لازم تبقى عارف ويبقى عندك دم وفاهم الكلام ده، ان هي بتعمل الكلام ده عشانك انت، عشان زوجها، عشان ده ابو اولادها، فبتخدم ام زوجها، فهي فكانها بتخدمك انت، فلازم ترفع حذائها ده، تحطه فوق راسك وتقول لها: ده يعني انا مش عارف اوفي كرمك اللي انت بتخدمه، بدل ما تخدم امك انت، هي رايحه بتخدم امك، وامك تقعد تدعي عليها وتشوف. طب انا رديت الدعوه، هل ده حرام؟ لا مش حرام. تدوخي باولادك، تدوخي انت، ما فيش مشكله، مش حرام ابدا. خلاص هي في لحظه غضب وقالت الكلام ده ونفثت، عما هتحاسب على ده؟ لا، ده هي ردت الاعتداء بالمثل، ولكم في القصاص حياه. فما ينفعش ان وهي وعيني تعبانه بتقول: هو انا كده ظلمتها؟ وانت لما بتشوف امك تهين زوجتك وبعدين تبدا تعيب: يا اخي الاكل وحش، خلاص ما تاكلش، ما امك ما تاكلش، تروح تعمل اشتري اكل لمامتك، لكن هي كتر خيرها، ما انت بتاكل منها وهي بتاكل. طيب انت يعني خاطرها بكلمه واحده، ودي السنه يا اخوانا، هي دي سنه النبي عليه الصلاه والسلام. انا بقولش ان المراه يعني بلاش افترى. طبعا بلاش طبعا افترة. طبعا طبعا. وبعدين هو انا ما بقولش ان المراه دي يعني حاجه ما شاء الله يعني هي منزهه ومقدسه، بل بالعكس، ده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يتعامل مع النساء، مع عائشه ومع صفيه ومع زينب رضي الله تعالى ومع حفصه، كان بيتعامل وهو عارف ان في النهايه دي امراه، عارف انها بتغلط، ام المؤمنين وبتغلط، لكن كيف كان يتعامل معها عليه الصلاه والسلام؟ بكل رفق وبكل يا اخي، وما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. ام اولادك لو اتطلقت دي هتدوخ باولادك السبع دخات، وهتقول: يا ليتني يا ليتني، ولا تحين مندب، وهتشوف الامرين في الدنيا والاخره. طول ما انت بتظلم هذه المراه، طول ما بترفع ايدك، طول ما بتسبها، طول ما بتشتمها، طول ليه؟ هي مش جايه عشان تهنها، هي في النهايه ربنا سبحانه وتعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ورب العالمين سبحانه وتعالى قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. انت اللي بتمنع المودة وانت اللي بتمنع الرحمة، فرب العالمين هو الذي سيسألك يوم القيامة. عارف انت ايه اللي هيحصل لك؟ كما في حديث ابن مسعود، ان المرأة تيجي يوم القيامة فتأخذ بتلابيبك، تأخذ بطوقك كده وبرقبتك كده، وتقول له: يا رب ظلمني، انا عاوز حقي. تفرح المرأة يوم القيامة بقى، خلاص ما هنا بقى الكبت اللي انا كنت فيه في الدنيا ربنا بيفرجه عني في الاخره، فتفرح المراه. وقرا ابن مسعود: فلا انساب بينهم يومئذ ولا تسالون. يقول لها: يا ست اختشي، ده جوزك، ما فيش بقى الكلام، جوزك وابوك ظلموني، انا عاوز حقي، وهنا جنه ونار، ما فيش بقى فلوس، طب معلش، طب سامحني. فلا انساب بينهم يومئذ ولا تسالون. معانا تليفون استاذ محمد، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل.
من فضلك انا ربنا رزقني في الدنيا ببنتين، ربنا يبارك يا رب. الله يكرمك. وتزوجهم وجابوا اولاد ما شاء الله، واحد منهم جوز بنتي توفى الله يرحمه لقاء لله. انا راجل مسن عندي 77 سنه، ربنا يديلك الصحه. الصحه يا رب. الله يخليك. فانا اتكفلت بيهم وبقيت اصرف عليهم لغايه ما ربنا كرمهم، لان هم كانوا يعني ايه، كانوا عجزه يعني، ما بي نظر ضعيف ما بيشوفوش. فربنا رزقني بالبنتين دول يعني الحمد لله رب العالمين. البنت الثانيه جوزها طول النهار قاعد لا له شغل ولا مشغله وسايب ولاده، فانا بصرف عليهم بقالي النهارده 5 سنين. فعاوز اعرف حكم الدين، هو قاعد على الشارع هنا طول النهار وملوش لا شغل ولا له حاجه. اتصلت عليه قلت له يا ابني طلق يا بنتي عشان لما انا اموت هي تاخد المعاش بدل انا ما اعمل بتاع خلع ده ولا بتاع هيصرف عليا. قال لي ما بعملش حاجه وسايب عياله. فعايز اعرف حكم الدين. قال لك ايه؟ رد عليك قال لك ايه؟ قال لي لا ما بطلقش. لا حول ولا قوة الا بالله. طب اصرف، ما بتطلقش اصرف. بس ما بيصرفش ولا حاجة، ما هو ما بيشتغلش بقى، لا له شغل ولا مشغلة. ما هو هو بقى تلاقيه بيقول ما هو لو طلقها هيبقى في الشارع بقى، ما هو ما حدش هيصرف عليه، ما حضرتك دلوقتي بتصرف عليه. لا هو كرشهم من البيت. هو ايه؟ هو كرشهم من البيت. طردهم من البيت. كرشهم. وهم قاعدين عندك؟ اه. طب ما هو مش عايز يطلقها ليه؟ مش عاوز، لا مش عاوز اطلق. ليه؟ مزاجي كده. مزاجي. حكم الدين ايه؟ وهو هي قاعده عندي هي واولادها. الثانيه ربنا كرمهم واشتغلوا كبيره، اليومين اللي فاتوا دول اشتغلوا الحمد لله. الحمد لله. فانا حكم الدين ايه في اللي هو قاعد على القهوه طول النهار ولا بيصرف على عياله ولا له دعوه بيهم ولا يعرف عندهم حاجه؟ حتى البنت الصغيره تعدى عليه وتشوفه قاعد ما ولا في دماغه. عايز اعرف حكم الدين ايه؟ حكم الدين عشان استريح. حكم الدين يا حاج، حكم الدين اولا هذا الرجل هذا ظالم، هذا رجل ضيع حق زوجته وحق اولاده، والله عز وجل قال وبما انفقوا من اموالهم، فهذا لم ينفق. حق الدين انه لابد من الذهاب الى القضاء ورفع قضيه على هذا الانسان. حكم الدين اللي احنا نرفع قضيه عشان ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، ويتاخد فوق دماغه عشان يعرف ان الله حق، حتى لو هنرفع قضيه خلع. ده هذا حكم الدين في الدنيا، بخلاف حكم الدين فين؟ في الآخرة، أنه سيسأل يوم القيامة، وهناك في الآخرة يبقى جنة ونار، جنة ونار، يعني ما فيش وسط، جنة ونار. نسأل الله أن يرزقنا الجنة يا رب. حكم الدين في حضرتك بقى، ده حكم الدين في الراجل. حكم الدين في حضرتك أن في الحديث أن هو من كنا له 3 بنات فأحسن إليهن كنا له عتقا. أنا أعلم أن الحديث بيتكلم في البنت الصلبية اللي هي بنتي أنا، لكن أبوها مات فيأتي الجد ويقوم مقام الإيه في الأب ويأخذ نفس الحكم بحمد الله وبكرم الله وفضله ومنه. كن له سترا من النار. فعشان أنت صرفت على البنات دول يا حاج، إن شاء الله هيكونوا ليك ستر بإذن الله من النار، ودول سبب في دخولك الجنة. أسأل الله أن يحفظك، وأسأل الله أن يشفيهم، وأسأل الله أن يبارك فيهم، وأسأل الله أن يرزقكم رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه، وأن يديم عليكم نعمة الصحة والستر والعافية. حكم الدين اللي أنت ترفع قضية على الراجل ده عشان القاضي يتصرف معاه أو يطلق أو يتسجن. طيب معنا تليفون، معنا فاصل. طيب شيخ أحمد إحنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر، وارحب بك مرة تانية شيخ أحمد. أهلا وسهلا. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك. يا رب يسترنا جميعا، عشان احنا دايما بنحب ندعي بالستر. يبقى الواحد لما يدعي بحاجة يحاول ان هو يعملها يساعد الناس بيها عشان تتحقق. احنا بندعي ربنا يسترنا، فنحاول ان احنا نساعد في ستر الناس. صحيح. هو الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا، اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. لما نيجي ننظر في القرآن يا أستاذ دعاء، إحنا ربنا تعبدنا، أما نيجي نتعبد إلى الله عز وجل
نقرأ في القرآن ولله الأسماء الحسنى فإيه؟ فادعوه بها. وأنا أما أجي أسأل إنسان أقول له أنت بتدعو ربك بأسماء الله الحسنى؟ فكتير من الناس يقول أما بدعو ربنا فبقول يا رب يا اللهم، يعني ما هقول إيه تاني؟ طيب وبقية الأسماء ماذا تعرف أنت عنها؟ من ضمن الأسماء العظيمة جدا يا أستاذة دعاء اللي هو الرحمن الرحيم، وهو قضية مهمة جدا إن أنا أعرف يعني إيه اسم الرحمن، أعرف يعني إيه اسم الرحيم، وكيف أتعبد إلى الله عز وجل باسم الرحمن الرحيم. وأول ما يطلعنا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ونيجي نقرأ في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، مش رب المسلمين، رب العالمين، رب الكون بما فيه، رب العالمين، الرحمن الرحيم، وكأنه ربنا يريد أن يؤكد ويخلي في نفس الإنسان قاعدة كده اللي هو خلي بالك أن الرب هو رحمن وهو رحيم، فيجب عليك أن تتصف بصفات الله تبارك وتعالى، أن تصيبك أيضا الرحمة اللي أنت تكون رحيم. طب أنا هكون رحيم، أولا رحيم بنفسك، رحيم بأهلك، رحيم بإخوانك، رحيم بمن معك، رحيم بالفقراء، رحيم بالمساكين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر النظرة دي ويبدأ يعلم الصحابة. طب الصحابة لما انتقلوا إلى رحمة الله تبارك وتعالى هم خلوا جنبهم ناس وراهم ناس عارفين يعني إيه الرحمة، الرحمة يعني إيه في كل شيء، لدرجة إن إحنا مثلا لم نتوقف يا أستاذ دعاء عند قول النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو داووا مرضاكم بالصدقة. ده كويس، شيء طبيعي جميل، بس هم عندهم إبداع في فن الصدقة. لم نتوقف عندنا مثلا اللي هو الدواء بالأعشاب وبحبة البركة وبالحجامة، لم نتوقف عند هذا الحد فقط، بل هم بدأوا ينظروا إلى كلمة الرحمن الرحيم، الرحمة دي فلازم تكون رحمة شاملة لكل الإنسانية، فبدأوا يبدعوا مثلا في علم الطب إزاي نبتكر أدوية لمعالجة البشر. طب أنتوا بتنطلقوا من ده منين؟ من ضمن الرحمة، نبدأ نعالج الفقير، نبدأ نعالج المسكين، نبدأ نصنع مستشفيات ونبني مستشفيات متخصصة. وأنا دايما أقول أهو كان أول مستشفى متخصصة في الجزام كانت سنة 86 في عهد الوليد بن عبد الملك. إحنا عرفنا قبل أوروبا يا أستاذة دعاء، إحنا كنا عن إحنا الإسعاف المتنقل، إحنا اللي عارفينه يا أستاذة دعاء، الإسعاف المتنقل اللي هو الإسعاف وتروح وتجيب المريض، إحنا أول ناس عملنا الإسعاف المتنقل ده بالإبل وبالدواب ويحطوا عليها الأدوية والفقراء تجوب النجوع والصحراء والفيافي والقفار، كل ده عشان إيه؟ عشان الفقير والمسكين نعالج وند الدواء، نصف الداء والدواء، نشوف هو عنده مريض ايه ونديله الدواء مجانا، يعني القوافل الطبيه، القوافل الطبيه او الاسعاف المتنقل او احنا اللي عملنا ده يا استاذه دعاء. احنا كنا عندنا، احنا كنا في صداره الحضارات كلها، لم تسبقنا حضاره، احنا كنا امه عظيمه جدا جدا جدا، ننظر الى الفقير، ننظر الى المسكين، ما ننظرش الى الفقير اللي احنا بنديله كل شهر ابدا، ده احنا كنا بنعمل وقف على هذا الفقير، كان عندنا وقف كده للدقيق في عهد عمر بن عبد العزيز، متخيله للدقيق اللي هو ياخد منه الدقيق وبتاعه وندي للفقراء والمساكين. لو بدانا القلعه بتاعتنا دي هي شاهده على هذا الخير وهذا العطاء. فاحنا كل ده انطلقنا منين؟ من الرحمن الرحيم. وبدانا دلوقتي منظمات العمل المدني والمجتمع الخيري زي مؤسسه فذاكر، بدانا نبدا نرجع شيئا فشيئا، كل ده من اجل الفقراء ومن اجل الايه ومن اجل المساكين، بس انطلقنا في النهايه من الرحمن الرحيم. تعالوا نشوف أول تقرير خير معانا في حلقتنا النهاردة ومؤسسة فذكر ونرجع لكم. والله العظيم ما معايا، لو ربنا ميسرة معايا ما أنا عامل أهل، بس أنا ما فيش طيب عامل أهل اللي جهلة جد اللي راي. بالله عليكم قد أعمل لعملية ابني، بالله عليكم انا نفسي اشوف ابني، بالله عليكم انا مش طالب من ربنا غير ان هو يعمل عمليه الفتاة، بالله عليكم اللي سمعني وايات النبي يعمل عمليه ابني، وايات النبي يعمل عمليه ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جينا النهاردة علشان نشوف طلبات الكريم ونسمع من والد كريم، يعني بناء لما تواصل معنا في مؤسسة فذاكر، واحنا جينا عشان نسمع ونشوف الحالة بنفسنا وتكون ظاهرة قدام حضراتكم على أرض الواقع. انا اسمي حسن حمد محمد مرسي من بني سويف مركز الفشل،
ابني كان مولود في عيب خلقية، عنده قلب مفتوح وعنده جفة أرنبية وعنده فتاة في السرة. يعني انت اكتشفت ده بعد الولادة ولا هو كان نازل مولود بيه؟ لا هو كان نازل مولود بيه، يعني هو كل حاجة فيه كانت نازل بيه كده بتاع ربنا. انت عملت ايه لما عرفت بعد كده وان الحاجة دي موجودة؟ الحاجة دي لما كانت موجودة رحت للدكتور، اول حاجة قال لي ممكن نعملهم لك وبتاع، بس شوف لي اعمل لي اشعاعات على قلبه الاول. عملت له اشعاعات مقطعية وبتاع، فطلع عنده القلب. عبال ما تواصلت مع في مستشفى بوريش الاول، عملت له القلب المفتوح هناك. بعد كده ربنا واحد ابن حلال دلنا على مؤسسة فذكر، شفة الارنبية دي كانت تبع المؤسسة، وعملوا لي العملية الاولانية والحمد لله بنجاح. يعني لا نجحت الحمد لله، بسم الله ما شاء الله، يعني الحمد لله نجحت اهيت زي ما حضراتكم شايفين. وادي القلب المفتوح، دي عملية القلب المفتوح اهي، وادي ده اللي ما فاضلش عنده الا الفتاة. يعني دلوقتي ده الفتاة اللي موجود عنده، موجود عنده. وانا بصراحه ربنا نفسي يعني حد يعملها لي، انا بقى يعني بقول لها للخير، بقول لها للخير، بس ده اللي طالبه من ربنا ومن حضراتكم ان هو يعمل فتاه، لاني تعبان تعبان بصراحه ربنا. وانا دليت يعني عمال الف وادور واروح واجي، مفيش حد عايز يعمل لي عمليه. بالله عليكم حد يعمل لي عمليه ابني؟ بالله عليكم انا نفسي اشوف ابني. بالله عليكم انا مش طالب من ربنا غير انه يعمل عمليه الفتاه. بالله عليكم اللي سامعني وايات النبي يعمل عمليه ابني. انا نفسي بس اشوف الناس بس عامل العمليه دي، بس انا قلبي بتقطع عليه والله، بس مش مفيش حاجه بيدي. نفسي بس اشوفه كده عامل العمليه دي، او صورته كده وبطنه طبيعيه كده زي اي طفل. أقول لأي حد يساعدنا الله يبارك له يا رب في ماله وفي عياله، ويستر طريقه ودنيا وآخرة يا رب، ويجعله في ميزان حسناته. كل اللي يساعدنا بس في عملية ابن دي يا رب. تكلفة العملية حضراتكم هتتكلف من 80 ل 100 ألف، وهتتعمل في مستشفى كبيرة جدا ومحتاجة جراحة معينة بعناية مركزة معينة عشان حالة الطفل، لأنه عامل عملية قلب مفتوح قبل كده. فالموضوع مفتوح مع حضراتكم، هي تجارة مع الله سبحانه وتعالى، يرجون تجارة لن تبور. تواصل مع مؤسسة فذكر، وإحنا يعني هنساهم إن شاء الله، وهنعرض لحضراتكم ما قبل العملية وما بعد العملية عشان حضراتكم تكونوا مطلعين على ده إن شاء الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كل من ساهم في إجراء هذه العملية. تعليقك يا شيخ احمد على التقرير وحالة الطفل زي ما شفنا كده وعيلته. يعني هو تعليقي ان برضو بناشد القلوب الرحيمة ان هي تبدأ تساهم في علاجه كريم، وده بيخلينا بيجرنا الى اللي احنا ليه ما بنعملش. وان شاء الله ده بيبقى العرض قائم على مؤسسة فذكر، ان هي بناء مستشفى خير كبير، ان هو حالك زي كده نبدأ بقى والناس تبدأ تبقى واقفة لله تبارك وتعالى. احنا كنا امه عظيمه جدا، محتاجين نرجع ده استاذه دعاء مره تانية، محتاجين اللي احنا نرجع ده. انت تعرفي ان احنا كان عندنا المستشفى الخير الكبير، المستشفى المنصوري اللي اقامها الملك المنصور سيف الدين قلاوون سنه 683 هجريه، عمل مستشفى كبيره جدا سماها المستشفى الخير الكبير اللي هي مستشفى المنصوري في القاهره، 600 سنه 600 كم 83 هجريه في القرن السابع الهجري. ياه للدرجة دي؟ من حوالي 8 قرون احنا كان عندنا مستشفى خيري كبير جدا. وكان طب مين اللي كان بيصرف عليها؟ كان بيوقف نفقات، بيوقف نفقات المستشفى دي كل سنة، تغطي نفقات المستشفى كل سنة، ويجي كل سنة يروح حاطط الفلوس دي لمعالجة، ويجي الناس تتبرع لكل ده لمين؟ للفقير. طب الفقير هو كان محدد؟ لا، وما كانوش بيفرقوا أستاذة دعاء في مصر هنا لا بين مسلم ولا بين مسيحي ولا بين يهودي، ما فيش تفريق ابدا. كل ده عشان ايه؟ ان انا في النهايه انظر الى الانسان كانسان، اللي هو عشان اخفف الالام وامسح الدموع عن الاسره المكلومه لما بتشوف ابنها بالحال ده، خاصه هو قايم من عمليتين وادي العمليه الثالثه. مين في مقدور من؟ والاب يبكي بهذه الصوره. احنا محتاجين اللي احنا نرجع ده، نبدا نحافظ على انسانيتنا، ده مهم جدا. وبعد كده بننطلق من خلال برضو دايما النهارده شعاري الرحمن الايه الرحيم.
نشوف كمان تقرير ومؤسسة فذكر ونرجع نعلق عليه. بطبيعته ربنا خلقه محب للخير، فطرته كده. عشان كتير مننا بيكون عايز يعمل حاجة كويسة أو خير يدوم ليه، فما بالكم بقى الصدقة الجارية ده تبقى في بيت من بيوت ربنا. هو ده اللي لقيته أكتر حاجة هتفيدني وتفيدكم وتفيد كل الناس اللي عايزة تعمل خير. عشان كده احنا النهاردة مش هنبقى مجرد اللي احنا نعمل خير وخلاص، أو أدلكم على حاجة تبقى كويسة اللي احنا نبني أو نشارك في بناء بيت من بيوت ربنا. الموضوع هيفترق معانا او هيختلف المره دي عشان هيبقى تحدي اسمه تحدي الخير، والتحدي ده بتقوم بيه مؤسسه فذكر. هي اول حد هتقوم بالتحدي، هي اول حد هتشارك في بناء المسجد اللي موجود في قريه السوداني التابع لمركز اقصى بمحافظه الفيوم. طب ايه التحدي ده؟ ايه فكرته؟ الفكره كلها تتلخص اللي احنا في رمضان ده 2023، رمضان اللي جاي باذن الله المسجد ده يبقى مبني. وهنا المسجد ده هيخدم عدد كبير من الاهالي اللي محتاجينه. احنا في القريه دي الاهالي متجمعين حوالينا واحنا بنصور دلوقتي، وكلهم عايزين يشاركوا في الخير، واحنا بندعو حضراتكم تشاركوا معانا في الخير. مؤسسه فذكر هي اول حد هتقبل التحدي، ومين هيخدم معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في معظم كتابه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا المسجد له حوالي من 15 سنة وواقف على البنى اللي هو القديم ده، وأهله ما يعني موقفين قطعة الأرض دي، وإحنا ما عندناش يعني مجهود، وإحنا نتمنى من أهل الخير أنهم يبنوا المسجد ده. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-97-88 أو 010-555-99-8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت، أو سيب رسالة برقمك وإحنا هنتواصل معاك. ممكن يا شيخ احمد حد يقول انا لو ساهمت في مسجد، في بناء مسجد، انا هستفيد ايه؟ هكسب ايه؟ باول حاجه بنى الله له مثله في الجنه كما في الحديث، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان هو المسجد ده بيجتمع فيه عده عبادات وعده طاعات، منها التسبيح، منها قراءه القران، منها الاعتكاف، منها الصلاه، منها حل المشاكل، الاصلاح بين الناس. يعني سبحان الله طاعات وعبادات كبيرة جدا موجودة في المسجد. عشان كده هنلاقي اللي بيساهم في بناء مسجد ده بياخد كل ده، كل ما يحدث في المسجد من طاعة بيجي له ويبقى في ميزان ايه؟ في ميزان حسنات. تخيل الانسان يبقى ميت وتلاقي عمال في حسنات، عدات حسنات شغال. ايه ده؟ ده هو مات، مش هو انقطع عمله الا من ثلاث؟ في صدقة بقى. ايه الصدقة دي؟ في اجر، في هو ميت سبحان الله، وفي واحد ما فيش حاجة خالص يذكر باللعنات والعياذ بالله، وفي واحد يذكر بالرحمات وأعماله كلها شغالة. ده إيه؟ ده ساهم هنا في مسجد هنا، ده عمل سقف هنا، ده عالج إنسان مريض، وسبحان الله الولد ده كان في يوم من الأيام كان مريض، فلما ربنا كرمه وخف بقى شيء كويس، بقى إنسان نافع للمجتمع، فبدأ ينفع الآخر. كل ده في ميزان مين؟ في ميزان حسنات من ساهم في أجر هذا. فإحنا محتاجين ده يا أستاذ، إحنا عندنا الفن ده،
اللي هو انا ما اعمل ده ايه اللي حصل لي. انا في النهايه انظر الى نفسي اولا، خلينا نقول الى نفسي اولا، اللي هو ايه، انا لما اموت ايه اللي هيحصل لي، الاثر اللي هيبقى بعد ذلك، اللي هو عداد الحسنات. ولذلك مش انا اللي بقول كده، ده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ان مما يلحق المؤمن بعد موته من حسناته ايه يا رسول الله، من ضمن الحاجات ايه، او مسجد بناه. ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. النهاردة عايز أقول لكل حد بيشاهد وبيتفرج علينا النهاردة دلوقتي، احنا جينا نلبي دعوة كريمة من أب كريم لنا، استغاث بينا وبيستغاث بحضراتكم علشان يحكي لنا ظروفه ومشاكله ونقدر نحلها له. عندك كم سنة عم نسأل؟ 64 سنة. كل الناس اللي شايفينك دلوقتي وبيتفرجوا عليك تقول لهم ايه؟ انا السقف ده عامله من زمان كده يعني المؤذر عشوائي، وقلت اقعد انا والزوجه بتاعتي ساعه الرياح والحاجات دي بيطير، والهواء والنطره بنتبهدل، والحمد لله يعني بيجي حشرات من الجبل، بيجي حشرات جامده قوي، لا مؤاخذه تعابين، وبيجي حاجات وفيران وبس، ولا نفسي اقعد في حاجه يعني حلوه، يعني نفسي في حمام نظيف ونفسي في دوره ميه بس، ومش عاوز حاجه بقى يعني، الباقي كله على ربنا يعني ابو الكل يعني الحمد لله. واذا كان في بقى من عند الله يعني كده بق الميه النظيفه، الميه مالحه، انا عاملين لي هنا ترومبه بس يعني حادقه شويه ما تنفعش للنفس اشرب الميه. بروح انا بروح والله بشيل على كتفي، وناس بتشوفني في البلد يعني بشيل بتاع 2 كيلو كل يوم، يعني كل ثلاث ايام بملى 5 جاكيت 7 جاكيت، والحاله بره يعني شفتوا الجاكيت كلها. عم السيد لما بيشيل الميه بيمشي 2 كيلو، طب ليه ما نشاركش النهارده ونوصل له وصله ميه او نوصل له عداد تغنيه؟ تخيل كده يعني من سقى مسلما شربة على ظمأ، اللي يسقى عم السيد الرجل الطيب وأسرته شربة على عطش في الحر، أنا بقولكش حط له تكييف ولا حط له تلاجة، وصلت مية بسيطة مش هتكلف حضرتك. أنا بقول من خلال مؤسسة فذكر وخلال الأرقام اللي ظاهرة قدام حضراتكم على الشاشة وخلال كل حاجة بنشوف فيها أعمال ومساهمات فذكر، بقول لكم الرجل الطيب ده عايزين نرحمه. الرجل ده تعب وشيء وهو صغير، بس احنا عايزين نمديله ايد الرحمة، عايزين ربنا سبحانه وتعالى يبارك لكم قبل ما يبارك للرجل ده. بدعوة من الرجل الطيب ده هتخلصك من همومك وأحزانك، ما نقص مال من صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. احنا طبعا شفنا شيخ حمد وقلنا انه مؤسسة تذكر عاملة مبادرات بتاعة الستر، مبادرة تسقيف البيوت يعني هي مبادرة المية. هي عاملة مبادرات كبيرة جدا، سواء في المرضى، سواء في مسألة تسقيف البيوت، سواء في وصلات المياه، سواء في حفر الأبار، سواء في بناء المساجد، سواء في كفالة الفقراء والمساكين. ده باب مهم جدا بدأت تدخل منه مؤسسة فذكر، اللي هي بتدي كفالة. أي نعم يعني طبعا، لأن كتير من الناس بيبقى محتاج، هي على قد المبالغ اللي عندها، ما مش هتقدر يعني على قد الحافك مد رجليك. يا رب يكون الناس ما شاء الله بتبرع ويبقى في ملايين ومليانة في المؤسسة، هتبدأ تنفق على الفقراء، مش واخدها في جيبها، هتنفق على الفقراء والمساكين. فمن ضمن المبادرات دلوقتي مبادرتين اتنين دلوقتي، اللي هو عم الحاج ده اللي هو وصلة المية، ده مهم جدا. تخيل راجل عدى 60 وبيمشي 2 كيلو، انا كشاب اتعب يعني. تخيلي زمان، والناس الكبيرة فاهمة ده، زمان كان بيبقى في كل قرية كده في حاجة اسمها سهريج، في حنفيتين ثلاثة، فكانت الستات تمشي من آخر القرى تروح، فكان في مشقة عظيمة جدا. أول ما دخلوا وصلات المية والبيوت للبيوت كانوا بيزغرطوا فرحانين، لأن هم إيه، كأنهم كانوا في رق فأعتقوا. أنت متخيلها يعني، المرأة كانت أمة وبعدين ربنا أكرمها يعني أعتقت، بقت حرة لوجه الله، عشان بس في حنفية تفتحها كده تغسل تحتيها ولا تتشطف ولا تتوضى ولا تعمل أي حاجة. متخيلة إن إحنا في الزمن ده في راجل كبير عدى 60 اهوت بيمشي 2 كيلو، طب مين يرحمه؟ مين يقول انا اوفر يا عم الحاج عليك المسافه دي؟
وده كله ده ابتغاء مرضات الله. شوف قال الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله. أنا لا عاوز فلان يقول علي ولا علان ولا ماليش داعي يا عم. أنا ده لوجه الله. إيه؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بس الحاجة التانية إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يجي الجزاء، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ربنا يكتب لنا الجنة جميعا يا رب. ونشوف كمان تقرير ومؤسسة فذكر. احنا في الايام المفترجه دي حبينا نقول له كل سنه وانت طيب، وحبينا نقول هو نفسك في ايه تاني يا عم رشاد، واللي ما يعرفش قصته هنعيدها مره تانية. كل سنه وانت طيب في البدايه. انت بالصحه والسلامه يا استاذ. خلينا كده، احنا جايين النهارده، احنا كان في مره كان في تصوير معاك صح؟ نعم. النهارده احنا جايين لك عشان نقول لك كل سنه وانت طيب. انت بالصحه والسلامه يا حبيبي. ونقول لك قبل ما نقول لك انت نفسك في ايه، عايزين نقول للناس ايه اللي عمل في ايدك كده، ولا ايه اللي غير حياتك. حضرتك أنا أنبوبة ضربت فيا أنا وأولادي وزوجتي، وزوجتي توفت ساحت خلص، وأنا حضرتك جسمي كله سايح، ما بعرفش أشتغل، ما بعرفش أعمل أي شيء. وحضرتك أنا بقول لأهل الخير يساعدوني بالله عليك ويفكوا كربي دي، أنا تعبان. عندي سؤال يا مرشد، مين اللي بيأكلك؟ خالي مؤمن ابني، خالي بيعمل لي الأكل، ومؤمن ابني اللي بيأكلني، هو اللي بيدخلني الحمام وبيحميني وكل حاجة. مؤمن ابني، ربنا يستر عليه يا رب. نفسي زعلني، نفسي ابويا يجيب الكرسي. هو بصراحه بيبعد نفس القعده ده، بيعيط اول واحده كده، بقول له انت بتعيط ليه؟ بالله نفسي اشوف الشارع. بقول له ان شاء الله يابا الكرسي هيجي لك من عند ربنا. مفيش كلام يتقال، اكيد اللي قاله دخل قلوبه، وهي دي القصه بتاعته. عشان كده جينا له تاني وهنجيله تالت وهنجيله عاشر. طول ما هو محتاج ان احنا نقف معاه ونطبطب عليه، ده اللي هنعمله. كل سنه وانت طيب يا راجل يا طيب، واشوفك على الف خير، وان شاء الله المره الجايه واحنا داخلين لك بقى المره الجايه بالكرسي اللي انت نفسك فيه. ربنا يحفظك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. لا 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 والله لا والنبي لا. كل سنه وانت طيب. شارك معانا واتصل بينا على الارقام التاليه 012 77 67 97 88 أو 010-555-99-8. تعليق في نهاية الحلقة يا شيخ حمد. أول ما استوقفني في وأنا بشوف التقرير خدت بالي من حالة البيت، حالة صعبة جدا، حالة بدائية، بيت لسه بدائي. الحاجة التانية إن الولد شوفي بتقول يعني بابا بيقعد دايما يبكي، بيقولها نفسي أشوف الشارع. احنا محتاجينه بقى يشوف الشارع، محتاجينه يشوف المسجد، يبدا يتحرك يمنة ويسرى، وكل ده هيكون بايد الناس الكرام، واللي هيجود ربنا هيجود عليه ان شاء الله بالفضل والمنة والرحمة والعطاء والفضل الواسع ان شاء الله باذن الله تعالى. فايدهم مع مؤسسة تذكر عشان نكرم عم الحاج رشاد، ربنا يحفظه ويشفيه ويعافيه. امين يا رب. بشكرك يا شيخ حمد في نهاية الحلقة، ربنا يكرمك. بشكركم مشاهدينا والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.